السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في مولو فلوك جديد. البارح نعست في واحد الجريده حيت لقيت لوطيلات غاليين في الرباط وضربتني الفيقه، ولقيت رجال الشرطه حاميني. ايوا تميت غادي في الطريق بحال شي بطريق، وحيت الحلم ديالي نولي مدرب فاش كنت صغير قلت اجي ندوز ستاج في الشارع العام على طريقه غوارديولا وجوزي مورينيو. من بعد شديت طاكسي صغير وبالي الكونتور بدا كيتجاوز عتبات الفقر، وانا قلت شي فور حبس وهبط كملت على رجلي المحطة الجديدة باش نحطو الرحال بمدينة مراكش. وصلت المحطة ودخلت صلي صلاتي هي الأولى، وأنا نشد عند غريسون مانطاطو وأنا نعس في وسط الحافلة. إيوا وصلنا مراكش وتسركلت بشكليطة وبانو لي أزبال في الطريق وهبط نحيهم، ومن بعد وقفت في الستوب احتراما لقانون السير. إيوا في العشية جاني الملل ومشيت لساحة جامع الفنا، وبإمكانيات بسيطة درنا حلقة وجمعنا الناس. يلا نخليكم تفرجوا. ساليت الحلقة ومشيت ضربت واحد الكرة على طريقة بانينكا وجبتها في الجول، ومشيت احتفلت على طريقة ريتشارليتسون. تهلاو.